نافذة أون لايف على أهم الأخبار، أهلا بحضراتكم. أفادت وسائل إعلام أردنية بوقوع إصابات جراء إطلاق نار قرب مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان. هذا وفرضت القوات الأردنية طوقا أمنيا حول السفارة، وسنوافيكم بالتفاصيل. دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هيئة كبار العلماء إلى اجتماع طارئ بعد غد الثلاثاء لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى المبارك، ويناقش الاجتماع تصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمقدسات الإسلامية، فضلا عن محاولات تهويد القدس ودور علماء الأمة في التصدي لهذه الانتهاكات. كما يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل للنظر في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وفي حرم المسجد الأقصى الشريف. أعلن طيار الغد السوري عن توقيع اتفاقية هدنة في منطقة الغوطة الشرقية بالتنسيق مع حكومة جمهورية مصر العربية ووزارة الدفاع الروسية، وتم التوقيع على الاتفاقية في القاهرة بعد مفاوضات استمرت لثلاثة أيام بحضور أطراف المعارضة السورية المسلحة المعتدلة في الغوطة الشرقية ومسؤولين من الحكومتين المصرية والروسية. أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن قبل ارتكابهم لسلسلة أعمال تخريبية بالفيوم. وقالت الداخلية في بيان لها إن قوات الأمن عثرت على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة. مستمرون على شاشة أونلاين.